لا شك أنه مثل هكذا جريمة اغتيال تصنف أنها ضمن الجريمة المنظمة ذات البعد السيادي والسياسي، لأنها تستهدف سيادة البلد ودور مؤسساته الضامنة لأمن الوافدين، فضلا عن أنها تمس بالحقيقة في دور العراق وعلاقته بالمنظومة الدولية. إذا أخذنا بنظر الاعتبار الحادثة، الهدف، المكان والزمان، لأدركنا حقيقة أن هناك رغبة ليس في اغتيال المواطن الأمريكي فحسب، بل في اغتيال البرنامج الحكومي، لأن البرنامج الحكومي يقوم على عدة مرتكزات. أولها تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية، حصر السلاح بيد الدولة، تفعيل الدور الوظيفي للمؤسستين الأمنية والعسكرية، وتقييد الأجنحة المسلحة للأحزاب. وبالتالي حينما تحدث مثل هكذا عملية في الحزام الضامن للمنطقة الخضراء التي تصنف أنها معقل صنع القرار السياسي، فإحنا أمام استحقاق خطر جدا، وناقوس خطر يفترض أن يلتفت إليه صانع القرار السياسي وبالتحديد السيد السوداني بشيء من الحذر الشديد، ما يقتضي إعادة النظر في استراتيجيات الردع الأمني، فضلا عن من الضروري جدا أن نلتفت إلى مسألة الرعاية الدولية التي تحظى بها حكومة السوداني قد تكون على المحك، وبالتالي من الضروري طيب. جدا الالتفات إلى هذه المعادلة واتخاذ إجراءات حازمة. طيب دكتور أحمد، بعد الترحيب بك ثانية، هل تعتقد بأنه سيكون هناك تداعيات فيما يتعلق على يعني فيما يتعلق بشكل العلاقة التي تجمع بغداد وواشنطن بعد هذه الحادثة؟ يعني هل ستمثل منعطفا جديدا خطيرا ربما لطبيعة العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين بغداد وواشنطن؟ نعم، بالحقيقة هو احنا أساسا اكو مثار جدل وعلامات استفهام كثيرة على العلاقة بين الولايات المتحدة وبين العراق طال الأمد. الآن احنا أكثر من عقدين من الزمن، وإلى الآن لم نجد نشاطا للرعاية الأمريكيين في العراق بوصفه وعلى بها الولايات المتحدة بوصفها دولة حليفة. وبعد عقدين من الزمن وهذا التقادم على العملية السياسية، نجد أن هناك اغتيال غير مبرر يصنف جريمة لشخص يحمل الجنسية الأمريكية. تداعيات أنه إحنا بموجب القانون الدولي حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة، ما يعني أن هناك مسؤولية ملقاة على الدولة ومؤسساتها في حماية الرعاية الأمريكيين، لا سيما من يحملون صبغة دبلوماسية أو نشاطا إنسانيا في البلد، فضلا عن أن الولايات المتحدة مكلفة من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن في الاهتمام بالشأن العراقي ضمن نظام حامل القلم. وهذا النظام بالحقيقة يطلق يد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات رادعة بادئ ذي بدء لأي أمر قد يهدد الأمن والسلم الدوليين. والتداعي وتهديد السلم الأهلي في العراق يحسب تهديدا للأمن والسلم الدوليين، فضلا عن أن هناك التزام بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية، تطلق يد الولايات المتحدة في القيام بعمليات إجرائية رادعة في حال عجزت المؤسسات الحكومية العراقية الأمنية والعسكرية من إيجاد ضمانات للرعاية الأمريكان. وهذه معادلة يعني نأمل أن تقرأها حتى القوى المتمردة على النظام السياسي.